S'exprimer. ديانا حديد أماني، هذه هي الغنية اللي سمعتوها معانا على غاديو ميد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أنتم الكل اللي خلطوا علينا توا في ساعتنا الثانية من سيكسبريمي معكم. نحن كالعادة نوانسوا فيكم حتى النص الليل. موضوعنا لليوم هو الحياة الأسرية والحياة الزوجية في رمضان، كيفاش تشوفوها، كيفاش تعيشوها. معنا منتصر من تونس. عسلامة يا منتصر. عسلامة مدام، شنحويلك؟ لبس عليك؟ لبس. نسلم عليك ونسلم على الدكتور وعلى كل مستمع. مرحبا بيك منتصر، مرحبا بيك وإن شاء الله رمضانك مبروك أنت والعائلة الكل. دكتور وربي يبارك لك، خاطر تحل في برشا مشاكل. ربي يستر وربي يبارك لك على رحمة صدرك. ربي يفضلك خويا. احنا لا ولا دكتور، نسمع في عباد أخرين و أنا عندي شوية دخلت ملاحظة، مي ساسوفوا أنك تعمل في المستمعين كوم دي باسيون، معناها مش تعمل فيهم كمادة إعلامية. لا 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 لا، معناها بصراحة نحكي معك من غير حتى مجال. عايش كيف فضلك، عايش خويا، عايش خويا. إيه، أنا سمعت الموضوع. أنا رمضان ما نكذبش عليك، أنا معرس، عندي زوج صغار، فهمتني؟ كمل عليك. بارك الله فيك. رمضان، شهر رمضان معناها بالنسبة لي أحسن شهر، فهمتني؟ حتى في المستوى الاقتصادي، معناها اقل شهر نصرف فيه فلوس، فهمت كيفاه؟ ما نكذبش عليك. تنظم روحك. لا من الاول نشرو، معناها بالاكزامبل خبز، نشريو برشا خبز، من بعديك نرقحوا في براتيكمون باجيت في النهار فرونشمون. والماكله ما نجموش ناكلو فرونشمون، معناها ما تنجمش تبقى الماكله، فهمتني؟ الور نتلزو ناكلو البيت بصراحه. اكثر شهر معناها نعمل فيه دي زيكونومي في الفلوس بصراحه، مش عليك. انا نبقى بيت عباد، راي العباد اللي السيد اللي يحكي مثلا اكزامبل، مش اللي قال المسدفه الطاوله، صدقني نحن دو تروا بلا فرانشمون، حتى ما تنجمش تاكل كل شيء. ثم عباد اخرى مش قاعده تاكل. انا عبد تتفرج في الترزه ترى في يعديلك سبوت على عباد في سوريا ياكل في الحشيش، تحشم على روحك. انا نسيب القدمه في يدي نسيبها، فهمت كيف؟ فهمتني؟ انا هذه دعوه والله، هو راهو رمضان راهي ريفيزيون حتى للبدن، فهمتي؟ حتى طول الزرقازم نتاع البدن يرتاحوا، فهمت كيف؟ عبد زاد ما اوكازيون مش يزيد، معناها بعد شقان فتره يعطيها وجازوز وحكايه فارغه، فهمتني؟ على المستوى الاقتصادي، لا الاقتصادي والاكل والشهوة والتمخميخ التونسي، فهمتني؟ اي على المستوى الثاني كيفاش عليك؟ انا ومنهم الثاني اللي كل ديما تشرع لي انت. علاش اسمه الثاني؟ مش من الثاني، المستوى الجنسي نقول. ايه المستوى الجنسي. والله عندي مشكله مع المراه. علي انا كيفش عليك، ما نعرفش هي نوعا ما. انا نبدا بروحي. انا عندي ثم رغبه مفرطه، فهمتني؟ في الجنس. وهي عندها معناها تحس هذيك حاجه ثانويه، معناها فهمت كيف؟ في شيء الايام انا فرانشمون نحكي بصراحه، انا موضوعي حتى على روحي. أنا نحب مثلا ماذا بيا كل يوم نعمل رابور. هي ليه تقول لك شنو هذه كل يوم؟ أنت مهبول. هذا تقصد في الأيام العادية ولا في رمضان؟ في الأيام العادية. حتى هذه المشكلة هذه زاد جينا في رمضان، فهمت كيف؟ وفي رمضان زاد كيف سي 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 المملكة، فهمت؟ هي تغزر أنه شهر مقدس في زمنا. كيما بس التوانسة، كيما الغالبية. فهمتني كيف؟ انا عندي نوعا ما نسمع في نتبع فيك انت، حتى انا حط دي فيديو نحس روحي عندي تم رغبه مفرطه، فهمت كيف؟ ما لقيت لهاش حل، فهمت كيف؟ ما عرفتش شنو، ما لقيتش الحل. ليكيليبر ما نلقاوها في لي كونجي، نلقاوها مي بريود الخدمه معناها ما نلقاوش، هذه المشكلة. ما عرفش شنو حل الكا اللي عندي. شو نقول لك؟ هو ماهوش مشكل، هو معناه هو
حاجة عادية أنه إنسان يحب يعيش حياته الجنسية كما يحب هو كما يشتهي، لكن هنا فما عامل التوافق وعامل التوافق مع الزوجة لازم فما أنتونت، فما قبول وفما رضا، فما هي زادة تحب نفس الشيء كيف كنتي، وهي تقول لك ده أمان نهت نظمر وإحنا ماذا في النهارين ماذا في الثلاثين. لا هي مولاي ما تحبش، هي تحب معناها ياسر، هي سيزان في الصنف هذي تحب حتى ماذا بها مرة في الكنجو. ايه دونك هنا هذا مش معقول، زاد ماذا في الكنجو مش معقول بين كوبل معناها يحبوا بعضهم ويعيشوا بعضهم، دونك من المفروض انه معناها تحكي معها، لازمك تحكي معها تحكي معها وتشوف شنو المشكل، معناها علاش ماذا في الكنجور، علاش ماذا ما تحبش بالطريقه هذيك، وانت زاده طايح شويه في الفيتيس، معناها طايح شويه رابط الدوزيام ولا التروزيام على الاقل. والله فرونشمون دكتور صدقني مرتين تذا ماذا في الجامعه صدقني معناها ما عرفتش شنو المشكله، انا ما فهمتش اللي فيا، معناها عندي اكسيتاسيون كبيرة، فهمت كيف توا عندي زملائي مثلا يعنيهم هما يخدموا انا وما نخدم البرا شويه، فهمت مش كل ديما في البيرو، فهمت كيف ما عندي شكون زملائي مثلا عندهم مشكله نتاع نوع من الهوس، فهمت انا ما نسميهوش هوس، انا ثم افراد عندي كان تسميتي صحيحة، فهمت عندي شكون زملائي مثلا طاحوا في البياج نتاع الادمان نتاع معناها الافلام الجنسيه، فهمت ولو معناها ولو كل يوم براتيكمون يتفرجوا، فهمت معناها ما بو انا واحد من الناس صارت لي ادمان نتاع مثلا دخان بطلته، فهمت نجمت نبطله دخان والشيشه بطلتهم، فهمت كيف ما هو ما حاولت نعاونهم ما هو ما نجم أنا عجزت أو وقت ندبر أسك أو فهمت فمش الإنسان يعجز له شو في الدنيا هذه حاجة واحدة أنا عجز قدامها وقت اللي ربي يجي يهز شي زمانته الموت هذه كان عجز قدامها، ما عدا ذلك نجم نقفوا ونتحداو الدنيا والعالم ونوصلوا نحبوها فيك دكتور بالله كيما خوك شنو هو علاج اي ادمان مثلا ادمان ما نجموش نسميه ادمان ما نجموش نسميه ادمان دكتور. اذا انت هذيك طاقتك وهذاك رغبتك ما تسميش مريض، انت ماكش مريض عادي انسان كل يوم مش ماكش مريض اخي شو مادامك ما تعديتش على غيرك، مادامك ما تعديتش على حريه غيرك بالحكايه هذيك ما تسميش زوجتك هي ما تحبش، سبحان الله هي انسانه تقع عندها بخل جنسي تحب مره في الاسبوعين كما قلت هي اللي عندها مشكل مش انت اللي عندك مشكل، هي حاجه مش ثانويه معناها هي. حاجه حتى معناها اون تريزيم ديجري معناها هي. المشكل فيها هي مش فيك انت، دونك معناها اي تو انا واحد الناس تعمل عكيني فرانشمون اسكو هاك ترى تو معناها تونس وليت الحريات فهمناها في السونس الاخر نحن برضو بون وليت سد روحي معناها فهمت كيف وليت نتجنب حتى خاطر عبد ثم رغبه وماك تعرف الامور هذه معناها كيما الديتكتور معناها ام تي ريسبتور اي تريونجل دو في معناها اي واضح يعني قلت لك حكيت معاه هي ما حبتش هي فهمتي معناها حتى مرات بعدي كان نخمم باش نعمل على ما نحبش انا نعمل علاقات خارج الدار الزوجيه خاطر لا فهمتي لا يعني. شو احنا نحكيو على لازم هي لازم المراه تحكي معها وتفهمها اللي عندها دورها دور الزوجه لازمها تلعبوا كيما قاعده تلعب في دور الزوجه، انت عندك صغار؟ عندي قديش؟ زوج صغار اي كيما تعب في دور الام مع اولادها وتربي فيهم وتتلابيهم كيما زعما تعب دور الزوجه مع زوجها وتدلو وتربي زاد هو على 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 حاجات اللي يحبها وتحبهم هي، اما مش نمشيو من الاكستريم للاكستريم فهمت نطيحوا الفيتيس شوي، انت طيح شوي الفيتيس وهي زاد تزيد شوي في الفيتيس وكاو باش يلحق التران كيف يقولوا راس التران يلحق على الفاقونه ويشدوا بعضهم ويتتبعوا بعضهم يوليو.
فهمت من ناحيه انت كيفاش تنقص سي سامبل راهو معناها خذ غرضك في كل مثلا في عود تاخذ غرضك كل يوم خذ غرضك نهار بعد نهار لكن في عود تمارس مره واحده في النهار مارس مرتين ثلاث فهمت عندك دكتور ما مش زاد زاد كلك بار كل يوم ربما المراه هي تقراها انظافه وتقراها دوش وتقرا تصلي مالتك اي تصلي هيك هو ذيك علاش من دونك تقرا برشا حاجات فهمت خويا لكن هذا ما يمنعش انك لازم تلقاو حل وتوصلوا حل مع بعضكم باذن الله ان شاء الله يعطيك الصحه واضح يعطيك الصحة دكتور وربي يبارك لكم مرحبا بيك مرحبا بيك وان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله يا رب يعيشك ان شاء الله رمضانكم مبروك اي ما انتصرت لا لا سي بون ما جست حبيت انا نحكي حاجة أخرى حبيت نقول أنه في الأحكام الصيام في الشريعة الإسلامية ما تفرضش على الفرد منا أنه يمتنع عن قيام بالعلاقة الجنسية الزوجية خلال فترة الصوم دونك عندنا ما أنا حتى الدين هذا نقصد الدين دونك لا لا مباحة مباحة أي 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 مباحة لا لا أي دونك مباح أكثر من الممنوع في الدين أي المباح أكثر من الممنوع أي دونك ممكن المنع المؤقت في الشريعة الإسلامية اللي يمنع الزوجين ممارسة العلاقة الجنسية هي أو الحميمية هي خلال فترة الصوم معناها من قبل السحور بشوية إلى بعد إلى وقت الأذان ما فتنا الأذان وقتها نجم نكور وقت اللي نحبه معناش حتى مشكل يعطيك الصحة منتصر مرحبا بك معنا سيدي إن شاء الله رمضانك مبروك رمضانكم مبروك وأنت بلمس المنتصر إن شاء الله رمضانك أنت والعائلة الكل بخير ومبروك بالله أعملوا حس على السياسيين اهدوهم بالله ونحي لهم الانفصام والازدواجيه السياسيين والجنس تحب تقول والكذب برشا مش باهي راهو خايب الكذب راهو حرام زاده اي ما اسمع فما حاجه مهمه جدا فما حاجه لم وقت يكون السياسي ما معناها ما ايبانوي و سيكسوالمون وبسيكولوجيكمون وكل شيء راهو يعطي احسن ما عنده في المردود هذاك علاش ديما نقول راهو التنميه المستدامه والنمو الاقتصادي مربوط بالصحه والرفاه الجنسيه نتاع الفرد صحيح اخي سي امبورطون شوف الغرب وين وصلوا فاش يخموا في عبد عملت لك وزاره الرزع لا في الامارات عملوا وزاره السعاده وتو اخر مره عاملين وزاره الاخرين عاملينها تعرف شنو ولا لا لا فما وزاره جديده عملوها في الامارات وزاره شنو وزارة الطيارة ياسر وزارة تم وزارة في السياد للفتير بيبي فتير كامل معناها يقولون معطوني غدا بروفيزيونمون غدا باش يجي من بيبي أنا يلزمني نحضروا الانفراستركتور من مكتب وكريش وترانسبور والله حالنا يأسف والله ربي يهديك إن شاء الله ربي يهدي يا منتصر مرحبا بك يعيشك سيدي تحية كبيرة ليك تحية المستمعين الكل في تونس فوالا أنتم زيدا كنت تحبوا تشاركوا معنا ذكركم في نمرو تليفون 72-328-500 عندكم زيدا الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي كنت تحبوا تتفاعلوا معنا مكملين بالموزيكا شيرين تغني لكم مشاعر